أهلا وسهلا بك محمد، وأهلا وسهلا خديجة. أيضا أرحب بكم وأرحب بجميع الزملاء هناك في الأستوديو، كما أرحب أيضا بجميع المستمعين والمشاهدين وكل من يتابعنا عبر تلفزيون سلطنة عمان وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ومنصة عين. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء، نطل عليكم مشاهدينا من هذه النافذة الصباحية من برنامجكم قهوة الصباح الذي نأتيكم من خلاله بمختلف المواضيع المتنوعة والجديدة، لننقل لكم كل ما تحقق وما سوف يتحقق في هذا الوطن الغالي بإذن الله تعالى. خديجة ومحمد، يعني أنا هنا اليوم من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأنا أحضر حفل افتتاح معرض التمور والعسل. هذا المعرض حقيقة الذي لاقى صدى واسع في الأيام الماضية ورأيناه في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، يبدأ اليوم هذا المعرض ويستمر حتى تاريخ 28 من هذا الشهر، شهر أكتوبر الجاري. يرعى افتتاح هذا الحفل معالي حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. طبعا هذا المعرض محمد وخديجة من تنظيم شركة أساس مسقط لتنظيم المعارض بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حقيقة لما نقول هناك، لما نقول أن هذا المعرض لاقى صدى واسع في الأيام الماضية، كونه أنه يعني تشارك فيه أكثر من 180 شركة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، يعني معرض ضخم، معرض كبير بكل ما تحويه الكلمة من معنى. شاهدنا يعني توافد الزوار من حتى قبل بداية افتتاح المعرض. سوف نتحدث بإذن الله عن تفاصيل هذا المعرض مع ضيفي الذي يسعدني حقيقة اليوم بتواجده هنا اليوم معي، الفاضل خالد بن خميس المويتي، وهو أحد الشركات المشاركة في هذا المعرض. الفاضل خالد، يعني دعنا بداية نقرب المشاهد الكريم من أركان هذا المعرض وجنبات هذا المعرض لنتحدث أكثر عن أهداف هذا المعرض. حقيقة هي بادرة طيبة بأن يقام مثل هذا المعرض، وهذا المعرض كونه أول معرض دولي تشارك ما تفضلتم فيه دول شركات محلية ودولية وإقليمية، فهي فرصة كبيرة جدا لتلاقي التجار وعرض ما لديهم من منتجات، وهي حقيقة بادرة طيبة وتعتبر الأولى في هذا المجال. فإن شاء الله راح يكون هذا المعرض متخصص في التمور والعسل ولشتى طبعا الشركات. طيب أستاذ خالد، يعني كونكم أنتم أحد الشركات المشاركة في هذا المعرض، يعني ما هي أركان هذا المعرض الذي يعني اطلعت عليها؟ حقيقة هذا المعرض طبعا خصص لعدة أركان، فيما يخص طبعا الشركات المحلية ثم الإقليمية ثم الدولية، حتى يكون هنالك طبعا فرز في دخول الضيف إلى هذا المعرض حتى يلحظ هذه المعرض وتقسيماته التي هي موجودة فيه. فحقيقة هذه تنظيم جدا طيب يعني، ويشكرون عليه، هذه الفكرة جيدة ممتازة يعني. طيب نسأل، يعني كونكم أنتم أيضا أحد الشركات المشاركة، الشركات المحلية، وهناك أيضا شركات دولية وإقليمية مشاركة، يعني ما هي التحديات التي لامستوها في هذا المعرض، وهل هناك تنوع كبير بين المنتجات المحلية والدولية؟ طبعا كل تاجر سواء كان محلي أو دولي يسعى لإبراز نفسه، هذا الإبراز يكون من تنوع المعروض. العرض كلما كان متنوعا، كلما كان مقبولا للمتلقي، كان هنالك نجاح. فإذا هي مسألة كيف تبرز نفسك وتقدم نفسك للمتلقي. فإن شاء الله هذه هي فرصة صح لتحدي، لكن أيضا فرصة للتلاقي، عندما تلتقي بهذه الشركات تتعرف على ما لديها، يمكن هنالك أخذ أفكار والانطلاق إلى شيء أفضل إن شاء الله. طيب أستاذ خالد، كونك وضحت أنه يعني من خلال هذه المعارض تلتقي الأفكار والتنوع الثقافي أيضا، هل شاركت في معارض خارجية سابقا يعني لزيادة الخبرة، لزيادة التنوع هذا الثقافي؟ طبعا هذا أكيد، كل شركة من الشركات العمانية ما شاء الله منذ بدايتها ونحن لامسنا هذا الشيء تشارك أيضا في المعارض الدولية، وهذه هي الفكرة الأساسية في أنك تصل إلى الآخر وتجد ما عنده، مثل ما يقال تبدأ من حيث انتهى الآخرون. بدايتك من حيث انتهى الآخرون، فأنت عندما تقف على الأفكار، تقف على هذه الأمور، أنت تستطيع أن تنطلق إلى ما تريد من أهداف. فهي مسألة مهمة أن تذهب إلى الآخرين والآخرون يأتون إليك، فهي فكرة مهمة جدا يعني. جميل جدا، شاكرين لك أستاذ خالد المويتي هذا الحديث. الله يبارك فيك، حقا سعداء على هذه المقابلة. شكرا جزيلا.
إذن مشاهدين الأعزاء، نحن لازلنا في هذا المعرض نتجول، وحقيقة صار ازدحام شديد يعني، لأن لازلنا في حفل الافتتاح. مثل ما قال الأستاذ الفاضل خالد المويتي، يعني من أهداف هذا المعرض هو إبراز هذا التنوع الثقافي، ويعني التنوع في مجال العسل والتمور، يعني تنوع كبير، ومثل هذه المعارض تزيد من هذا التنوع الثقافي وتوصل للناس هذه المنتجات أكثر. إذن كانت هذه تغطيتنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. مشاهدين الأعزاء، عودة إليكم محمد وخديجة. شكرا لك الزميل فيصل الشكيلي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، استمتع بالأجواء هناك في معرض التمور والعسل، ودعوة للمشاهدين الأحبة بأن يزوروا هذا المعرض ويتعرفوا على أنواع التمور والعسل التي تنتجها سلطنة عمان والدول الشقيقة. تقرير ولنعود بإذن الله مع فقرتنا الحوارية القادمة، فابقوا معنا.